وبديع قفلي على كل المواضيع. قفل 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 ما فيناش كامل وما فيناش ماني 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 ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع يا وبديع قفلي على كل المواضيع. قفل 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 ما فيناش كامل وما فيناش ماني كتر بقى لعبي ومتهور الشجر الناشف بقى ورور كتر بقى لعبي ومتهور واحنا هنفرفش انت امال دلوقتي ولا في سبتمبر قالك ايه قالك اه قالك ايه قالك اه قالك ايه قالك اه اه قالك ايه قالك اه قالك فرفشة كل يومي ما تأجلهاش للغد واللي حنظبطه مهموم راح نزعل منه بجد والدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع. قفل 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 ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع. قفل 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 ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني اشطر بالضحكة الرايقة يلا وراء يلا مسابقة من اشطر بالضحكة الرايقة ابو دم خفيف طبعا يكسب وابو دم تقيل طبعا لا الورد انفتح شوفوا شوفوا بيرقص وداري بسوفو ده الورد انفتح شوفوا شوفوا بيرقص وداري بسوفو واللي يحب النبي يا اخوانا الوحدة يسقف بكفوفو لا 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 بلديه للصحه وطلب العمر خد شمس وهوى على ميه بلا دوا بلا عيب بلا مر بلا مر والدنيا ربيع والجو بديع
قفلي على كل المواضيع. قفل 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 قفل. ما فيناش كاني وما فيناش ماني. كاني ماني ايه ده الدنيا ربيع. الدنيا ربيع الدنيا ربيع. الدنيا ربيع وي جوي ربيع. قفلي على كل المواضيع. قفل 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 قفل. ما فيناش كاني وما فيناش ماني. صاروخ عبر الفضائيات كما تصفها غادة صباغ في مقالة في مجلة كل الناس. الصاروخ عبر الفضائيات نانسي عجرم بتوصفك غادة، بتقول ان انت مركبة من الفضائيات كانت تحمل صاروخا بشريا متفجرا بالأنوثة اسمه نانسي عجرم. وزي ما قلنا نانسي عجرم خلطة سرية من هند رستم وبرجيت باردو. وانتي قلتي لغادة صباغ انا لا اخجل من انوثتي، ومن لا يعجب ادائي عليه ان يغلق التلفزيون. الكلام ده صحيح؟ صح. صحيح؟ يعني اللي مش عاجبه عاجبه؟ يعني انا برأيي انه كل امرأة لازم لازم ما تخجل انه يكون عندها انوثه، لانه الامراه بتتميز بانوثتها فلازم تفتخر فيها. فانا مثل ما قلت لك بالكليب انه الكليب ما بنكر انه جريء، بس فيه انوثه. فيه انوثه. وواضح ان انت اكيد ما فيني انا اجبر الناس فيي، يعني اللي ما بحبني هو حر اكيد يعني انه ما يحضرني. بس يا نانسي انت دماغك ناشفه بقى، لان قلتي اللي مش عاجبه عاجبه، يعني ما يعجبوش يقفل التلفزيون. دماغك ناشفه لانك من برج الثور. والثور ناشف. دماغه ناشفه زي الحديد. اه. على العموم اهم ميزات برج الثور ايه؟ انه مستقل، طيب جدا، وايه كمان؟ وعنيد وطموح. طب انت عنيده اكتر ام طموحه اكتر؟ طموحه اكتر. طموحه. نانسي احنا النهارده واحنا بنحتفل بيكي في مصر وفي دريم بارك، بنحتفل بالبومك الجديد، وبنقول ان ده تالت البوم في عمر فني قصير جدا. فعايزين نسمع منك بقى يعني بعض الأغنيات الجميلة من هذا الألبوم، نديها هدية الربيع لمشاهدي الهوى هوانا.
عمري صار.